اطلع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على تفاصيل خطة حماية الأطفال، وذلك خلال لقائه مسؤولين من منظمة اليونيسف. تشمل خطة اليونيسف محاور وأنشطة متعددة في مجالات التدريب والتأهيل والرعاية والتمكين وغيرها. وجدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات للمنظمات والصناديق لتنفيذ أنشطتها في مختلف المجالات الإنسانية.